سعادة السفير ألفريد غاغوبا كاليسا سفير جمهورية رواندا. Je viens d'être accueilli par استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية. كان لي شرف تسليمه أوراق اعتمادي سفير مفوض فوق العادة بإقامة في القاهرة. الجزائر ورواندا تجمعهما علاقات جيدة. نتقاسم الآراء، الرؤى وقيم مشتركة حول الرهانات الأمنية والتنمية لقارتنا. والحلول المطروحة لهذه الرهانات. وهو ما يتطلب تقوية علاقاتنا الثنائية لمواجهة هذه التحديات بتناغم بين بلدينا. ولبلدان الاتحاد الإفريقي. شكراً.